الإغريقي دونيس وجها لوجه مع القيصر الإيطالي كنافارو في ديربي منتظر وملحمة كبيرة قد تعصف بأحدهما إلى المجهول، مواجهة بين مدرب له باع كبير وآخر في البدايات. الداهية دونيس الذي جاء للهلال في وقت سقوطه وخلال وقت وجيز لملم الأوراق ورتبها وأعاد هيبة الزعيم بالواجهة من جديد، وحقق بطولتين أمام الغريم التقليدي، ولا زال حتى الآن متصدر الترتيب مناصفة مع الأهلي. وبالرغم من كل هذا لا زالت جماهير الهلال غير راضية عما يقدمه اليوناني، خصوصا في المباريات الكبيرة والحساسة، ففي كل مباراة تجد له طريقة جديدة وتشكيلة جديدة وإشراك لاعبين لم يقدموا أي إضافة للفريق. وفي الجانب الآخر يأتي الإيطالي كنافارو الذي جاء من النصر بعد إقالة دي سيلفا، حاول إصلاح ما يمكن إصلاحه لكن يبدو أنه في ورطة كبيرة بعد سوء النتائج. فمنذ قدومه للنادي أشرف الإيطالي على الفريق في 7 مباريات، فاز في 2 وتعادل في 4 وخسر 1، جعلت الفريق يذهب للمركز 7. الجماهير النصراوية أبدت استياءها وبدأت بالهجوم على المدرب الذي لم يجعل للفريق أي هيبة أو تكتيك خاص. الجميع يعلم أن ديربي العاصمة هو ديربي مقصلة المدربين، فمن ينجو بنفسه ويواصل حصد النقاط وكسب تعاطف الجمهور وثقة الإدارة.